السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع قسنطينة، وبالضبط في بلدية الخروب، لنقف على الأشغال نتاع المحول الجديد لرقيد الأشغال. إذا في بلدية الخروب، هنا رانا في المدينة تاع الخروب، والمحول هذا يجي هنا في المنطقة هذه، واللي الصور تعود إلى شهر ماي، يعني عندها 3 شهور، لكن الأشغال في الحقيقة راهي تقريبا انتهت بها، وهذا المحول سوف يفتتح في غضون الأسبوع هذا على الطريق هنا، طريق المؤدي إلى مدينة قسنطينة. وهنا نشوف أنه هذا الطريق اللي راه لهنا مكتظ بالسيارات، وجد صعب بالنسبة للسائقين. إذا سوف يتم إنشاء محول هنا فوق الممر السفلي هنا، اللي سوف يربط الطريق هذا هنا بالطريق هنا، وكذلك سوف يربط الطريق هنا من مركز مدينة الخروب باتجاه مدينة قسنطينة. وكذلك سوف يكون لنا فيديو تفصيلي يرجع إلى الأسبوع هذا حول افتتاح نتاع الممر هذا والمحول اللي الان انتظروه يعني السكان تاع الخروب وقسنطينة لمده طويله، لانه نلاحظ انه هنا في عمليه تاع ديفياسيون، يعني تحويل الطريق. يعني الطريق هو في الحقيقه كان هنا كما نشوفوا هنا، الطريق هنا كان هنا ويؤدي الى يوصل الى الطريق هذا، ونشوف حركة المرور يعني المكتظة، وتم تحويل الطريق هذا إلى داخل المجمع السكني هذا لإتمام يعني لإنشاء هذا المحول. إذا الآن الأشغال انتهت، ونخليكم بدون إطالة تتابعوا الفيديو التفصيلي عن افتتاح هذا الممر هذا والمحول الهام جدا في لا فلويديفيكاسيون، يعني لتسهيل حركة المرور للمركبات وللسيارات في ولاية قسنطينة. إذا نترككم تتابعون الفيديو، والسلام عليكم. في قطاع الأشغال العمومية، وقصد فك الاختناق المروري وإضفاء المزيد من المرونة على حركة المركبات، دخل النفق الأرضي عند محور الدوران بين الخروب وقسنطينة، دخل حيز الخدمة، وهو ما لاقى استحسان مستعملي الطريق الوطني رقم 3. بين مدينة الخروب وقسنطينة والمتواجد بالطريق الوطني رقم 3 والرابط بين الولايات الشرقية وولايات الجنوب الشرقي للبلاد، ظل يشكل نقطة سوداء لمستعمل الطريق والسكان على حد سواء. كنا عايشين في اختناق كبير، كنا نطلعوا من هنا تطلع تروى تقول ساعة ساعة بات روى وبات تهبط تدخل يقرا ولا ساعة. الوضع والله كان كارثي، كنا نقعدوا قريب ساعة هنا في السيركيلاسيون. انطلقنا للاشغال به لانجاز النفق الارضي هذا عند النقطة هذه، عند النقطة السوداء، وين الاشغال اليوم راهي فاقت نقول 98%. المشروع هذا القيمة المالية تاعو فاقت 50 مليار. مجهودات الدولة في قطاع الأشغال العمومية الكبرى تكللت بإنجاز النفق الأرضي الذي دخل حيز الخدمة، ولم تتبقى منه إلا اللمسات الأخيرة. احنا شفنا يعني راهم داروا مجهودات كبيرة. الدولة سجلت هذا المشروع وتم الإنجاز نتاعو، وسننتهي منه في الأيام القادمة إن شاء الله. مشروع حيوي له يسمى أهمية كبرى فيما يخص فك الاختناق، خاصة ونحن على أبواب الدخول المدرسي والاجتماعي. هذا المشروع الهام اللي جاء في وقته. ومن اليوم أصبح محور الدوران لخروب قسنطينة رمزا لراحة المواطن الذي تخلص من كابوس ثقيل.